نشاهد اليوم أحمر البالغة 4.9 مليون عام تعد ذئاب الحمراء من الأصناف التي انخفضت أعدادها كثيرا هي اليوم بالانقراض من أكثر أماكن فيها اليوم هي المالية الأحفور وعمره 4.9 مليون قديم جدا حديثا فقط تم اكتشافه هو مختلف تماما عن الذئاب والذئاب وسائر فصائل الذئاب الذئب الأحمر كصنف لا سيما بتقدم في, في الواقع الخصائص النموذجية للذئب الأحذى يشار إليه الأحمر الآن نظرة على مظهره الخ تمثل الأسنان الجزء الأقوى في الجسم في جميع الحية. ولأن أسنان هذه الكائنات صلبة جداً، فبالطبع تتحفر في الحال. ولأن هيكلها لا يتحلل، فإن الجزء جمجمة إن الأسنان تمدنا بمعلومات عن المختلفة لل انواع بحسنانها بها الأسنان الأمامية وحدة ثم خلصنا النشوئيين المؤمنين بنظريات التطور مبنية كما تعلمون فكرة مختلف الاسطوري من نسج الخيال يومي لا سيما منذ الانفجار الكمبري ان لم تظهر ابدا يقولون ان لاقا للذ بين جميع حفري اب حتى الان وبين تعيش تمك... إذا افترضنا أن الأصناف قد انقرضت تحمل جميعا خصائص الذئاب ذاتها وتؤكد لنا أن الذئاب لم تكن يوما سوى الذئاب ساكنة البراري في ضوء الأدلة كشف عنها علم المتحف، أفراد عائلة والذئاب بدءا من الذئاب الحمراء وحتى الرمادية منها من الكلاب البرية وحتى الكلاب العادية قد خلقت جميعها في لحظة واحدة إن تأتي إلى حجية أخرى كما يدعي النشوئيون بل إن جميع الحفريات تعد برهانا على جمال وتميز الله عز وجل